السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم طلاب سنة تانية الترم التاني؟ ان شاء الله محاضرة النهاردة عن المينرال، هنتكلم فيها عن المعادن. ايه المعادن؟ احنا خدنا قبل كده شابتر عن الفيتامينز، هي تعتبر شبيهة بطريقة المذاكرة بكل حاجة بالفيتامينز. اللي ذاكر الفيتامينز وزي ما انتوا شفتوا كده شارحينها ازاي وكده، هي شبيهة بالظبط كده. هيقعد يديك شوية مينرال ويقول لك بتحصل النسبة بتاعتها قد ايه، وبتحتاج قد ايه، وبيحصل لها اكسكريشن بقد ايه، وبتستخدم لايه، وايه الفانكشن بتاعتها، ولو ايه اللي يحصل لو زادت، وايه اللي يحصل لو قلت. كل الحوارات دي هي بالظبط في المنهار. طيب نصيحه، ازاي نذاكرها؟ نذاكرها في المايند ماب. اللي يعمل مايند ماب يا ريت يقول لنا ونبعتها على الكوميونتي بتاع القناه بتاع الشانل، يعني ان شاء الله باذن الله وكله يستفيد باذن الله والدال على خير كفاعله. قبل ما نبدا حابه نقول دعاء المذاكره زي ما احنا متعودين. اللهم اني اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين وما يكتم مقربين، ان تجعل قلوبنا مليئه بذكر خشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا عليك يا الله. اللهم صل عليك نبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه المينرال، يعني المينرال دي المعادن. المعادن زي ايه؟ زي الصوديوم، زي البوتاسيوم، زي الكالسيوم، زي المغنيسيوم، زي الايرون. كل الحاجات دي عباره عن ايه؟ عباره عن معادن. طيب المعادن دي مهمه جدا في جسمك ليه؟ عشان محتاجه للميتابوليزم، محتاجه عشان تعمل جروث، محتاجه عشان مثلا الاكتيفيتي بتاعه الانزيم، محتاجه لفانكشنز كتيره جدا جدا جدا. فبقول لك المينرال هي عباره عن اليمنتس ذات ريكوايرد باي ذا بودي. ماشي، هنعملها ايه؟ زي ما احنا متعودين المينرال عباره عن حاجتين، يا اما يكون حاجه ميجور يا اما حاجه ماينور. ميجور يعني عايزها بكميه كبيره، يعني اكتر من كام؟ اكتر من 100 مللي جرام بير دي. يعني انا عايز منها في يومي اكتر من 100 مللي جرام. طب الماينورز او التريس او المايكرو، كل الحاجات دي نفس المسمى، بتبقى اقل من 100 ايه؟ 100 مللي جرام بير ايه؟ بير دي. يعني عايز كميه ايه اقل منها. طيب ده كده الكلاسيفيكيشن بتاعتي. ايه بقى الاكزامبل عندي على الماينور والميجور؟ عندي على الميجورز او الماكرو مونيكيول، هي اللي بتكون محتاجه اكتر من 100 مللي جرام زي ما احنا قايلين، كالسيوم، مغنيسيوم، فوسفيت، صوديوم، بوتاسيوم، ولغايه سلفرز. دي كل دي بتاعت الايه؟ بتاعت الماكرو مونيكيول او الميجور. وده اللي هنتكلم عليه النهارده باذن الرحمن، الميجور كلها، كل الميجور اليمنت باذن الرحمن هنخلصها باذن الله النهارده. طيب يبقى احنا النهارده باذن الله هنتكلم على الايه؟ على الميجور ايه؟ اليمنت. ماشي، الميجور اليمنت او ميجور مينرال اليمنت. بعد كده في حاجات بتحتاج اقل من 100 مللي جرام، دي بقى اللي هي التريس اليمنت او الماينور او المايكرو. دي زي الايرون، الكوبر، زنك، ميغنيسيوم، دول باذن الرحمن الايودين والفلورايد والكوبالت والمولبديوم والسيلينيوم والكرونيوم والنيكل والليثيوم، دول باذن الله هنتكلم عليهم المحاضره الجايه باذن الله. طيب اول حاجه عندي الابزوربشن والترانسبورت والستورج اند اكسكريشنز اوف المينرال. ازاي بيحصل بقى ابزوربشن؟ بتمتص ازاي؟ بيحصل لها ترانسبورت ازاي؟ بتستورج فين؟ وهكذا. طيب بصوت انا بعرف ده صوت السام، بيقول لك المينرال بيحصل لها ابزوربشنز اوفن ريكوايرد ايه سبيسيفيك كاري. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا مثلا كواحده من عناصر المينرال، كعناصر المعادن، انا عشان احصل لي ستورج او يحصل لي ابزوربشنز او يحصل لي اكسكريشنز، انا ما لازم امشي في عربيه مرسيدس ايه كارير، حاجه حامل ليا. يعني مش بمشي كده والسلام مع نفسي، لا، لازم كاير، لازم حامل كده يجي ايه يشيلني، غير كده انا مش هقدر امشي ولا هقدر اتحرك ولا اقدر اديك اي فانكشن. طب ايه يا عم الكاير بتاعك ده؟ قال لي كاير عباره عن بروتين، وهنسميه اسمه، هنعرفه دلوقتي باذن الله. ماشي، اسمه كلوبامين. ماشي، المهم البروتين دوت لازم ولابد يكون مع الايه؟ مع المينرال. الفيتامين كانت بتمشي عادي بتتنقل، اما المينرال رخبه وغتيته ومحتاجه شويه حاجات سبيسيفيك. ايه هي بقى؟ محتاجه كاير انها تمشي فيه، وده اكيد من رحمه ربنا بينا اللي هو يخليها ليها كاير سبيسيفيك انها تمشي فيه. طيب السبيسيفيك كاير دوت اللي هو برايم بروتين مهم جدا عشان يعمل لي ميكانيزم اهيت فور كنترول ذا مينرال ليفل ان بودي. شفت بقول لك من رحمه ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما يعملش حاجه الا ليها حكمه، كل حاجه وله في ذلك ايه؟ حكم. يعني سبحان الله كل حاجه ليها حكمه في خلقك، يعني في خلق ربنا. اللي بتلاقي كل حاجه في حياتك، كل انت وجودك في كليه صيدله جامعه القاهره ولا في جامعه حلوان ولا عين شمس ولا سوهاج، اي كليه فعامه في الحياه انت ليك حكمه فيها وليك رساله فيها، فادي الرساله وتوكل على الله وفعلا وعقلها ايه؟ وتوكل. ماشي، طيب بصراحه انا بقى نفس السؤال، بيقول لك هنا الميكانيزم بتاعها انها بتحكم لي في المينرال ليفل، الليفل بتاعت المينرال اللي عندك قد ايه في الجسم. يعني مثلا دلوقتي لو انا مثلا عايز المينرال يبقى كتير، يبقى كده هنقل كميه كتيره، يحصل لي ابزوربشن كتيره، يبقى انا هصنع كارير كتير، بروتين كتير، هجيب عربيات تنقلها كتير. طب الاستورج بتحتاج
specific binding to carrier protein. برضو ال storage transport محتاجين حاجة علشان ايه تشيلهم حامل كده. افتكر المينرال دي ولاد الايه ولاد الاسياد. الاسياد دول بيعملوا ايه؟ لازم يمشوا بعربية، يمشوا بحاجة حامل، حاجة يشيلهم، او متكسحين، اي حاجه من الحاجات ديت. ماشي. المهم يعني بقى ببساطه انا بسمي زي ايه الاكزامبل عندي، عندي زي الترانسفيرين، من اسمه كده ترانس يعني بينقل. بينقل مين؟ الفيرين اللي هو الايرون. برافو عليك. ده بينقل، ده بيحتاج ايه؟ حامل اللي هو عباره عن الترانسفيرين. يبقى الايرون بيحتاج ترانسفيرين. طب الجلوبولين، احنا عارفين كلنا الجلوبولين هو عباره عن بروتين. طب مين بينقل مين؟ بينقل المنجنيز. المن ايه؟ المنجنيز. طب الكوبالت اسمه ترانس كوبالامين، من اسمه كده ترانس كوبالامين، يبقى بينقل الكوبال الايه الكوبالامين الكوبالت. سوري. طب الاكسكريشنز اوف المينرال، معظم الحاجات اللي بيحصل لها اكسكريشن من جسمك اصلا بتعمل لها اكسكريشن منين؟ من الكدني. برافو عليك. طيب في بقى شويه مينرال تانية بتطلع من اي حته تانية، مثلا زي الدايجيشن فجوس، زي الدايجيشن فجوس يعني ايه؟ يعني زي اللي هي العصاره الهاضمه، صح؟ زي البايل سولت، دي عباره عن مينرال تانية. يعني ببساطه انا بس بيبقى مين المينرال، يبقى عامه المينرال او اي اليمنت بيحصل لها اكسكريشن باي كدني، بس مش معنى ذلك انها بس اونلي كدني، لا ممكن تطلع في البايل، في الجاستيك جوس، في الفيسز، كل الحاجات دي بتطلع منها. الاكزامبل عندي زي الكوبال والكروميوم، نسميها ايه؟ كور اقول لك ايه؟ قر واعترف. كر واعترف بتطلع في الايه؟ في اليورين. يبقى كده كر واعترف في اليورين، كر واعترف في الايه؟ في اليورين. افتكرها كده. طيب كاميج، ماشي. كاميج دي يعني ايه؟ كوبر ومغنيسيوم. كاميج يعني كانك بقول لك ايه؟ كم تعالى. هتطلع لي فين؟ في البايل ايه؟ جوس، او البايل ايه؟ ايوه البايل اكسكريتوري. طب الزنك بتطلع في الايه؟ في البنكرياس. يبقى انت عندك كور واعترف في اليورين، عندك كامينج ده بيطلع من ايه؟ بالظبط مثلا في البايل، وعندك الزنك بيطلع لي في البنكرياتيك جوس اند السويت. جميل جميل. دي كده كانت انترو سريعه جدا للمينرال اللي عندي. جميل جدا جدا جدا. دلوقتي بقى نبدا نتكلم على المنت فينا. اتفقنا خلاص ان احنا هنتكلم على ايه؟ على ميجور المنت اللي هنا هنتكلم عليها النهارده باذن الله كلها الميجور. عندي اول حاجه الكالسيوم. لو قلت لك ايه السورس اوف الكالسيوم، سهله جدا تقول لي اول حاجه الميلك، التشيز، الحاجات منتجات الالبان كلها، اليوجرت، الايج يولك، كل الحاجات دي عباره عن سورس للكالسيوم. ماشي. وعندي شويه ليجيومز، شويه خضروات ليها فيها شمول اسمول اماونت اوف الايه؟ الكالسيوم. ده السورس. طب الابزوربشن بتاعها قال لي 30. ركز بقى في حته الابزوربشن دي عشان هنيجي لحاجه كده بتلخبط اغلبنا او من كانش كلنا، يعني هي اللي هقول لك عليها دلوقتي. ماشي. بعدين يعني قدام دلوقتي ببساطه انا بخليك بس فاكر الرقم دوت. الكالسيوم بيحصل له اكسكريشنز، او بيحصل له سوري ابزوربشن نسبه 30%. يعني انت لو عندك 100% من الكالسيوم مش هيحصل لك بس ابزوربشن 30% بس اللي هتستفاد بيهم، الباقي كله تيك على طول نجلتد، يحصل له اكسكريتد من الايه؟ من الجسم. يبقى ديت بيحصل له ابزوربد فروم. طب بيحصل له ابزوربد منين؟ من الديودينم اللي موجود فين؟ في الايه؟ اللارج انتستينز. طيب ببساطه انا بسالك الديودينم، سوري الديودينم اللي موجود في السمول انتستين مش اللارج انتستين، سوري اتلخبطت. اوكي. يبقى ده الايه؟ السمول انتستين. ماشي. الكالسيوم از ابزوربد اجينست كونسنتريشن، النقطه دي مهمه جدا وعملها لك ايه بالاحمر اهي، اجينست كونسنتريشن، اجينست كونسنتريشن جريدينت اند ريكواير اي تي بي. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه السلام. انت دلوقتي افتكر اعتبر دي كده مثلا السمول انتستين في الديودينم، ماشي، واعتبر ان هنا الكالسيوم اهو مثلا النقطه الصفراء دي، جميل، وهو بره كده نخليه ازرق. ماشي. ده كده الكالسيوم ايه؟ بره الديودينم. ماشي. بره الايه؟ السمول انتستين، يعني في البلد. جميل. انت عايز تعمل ابزوربشن، يعني ايه؟ يعني هتمشي الكالسيوم من اليومن بتاع الانتستينال بتاعتك للبلد. طب جميل. طب مش انت عشان تمشي لو انت هتمشي مع كونسنتريشن المفروض هيمشي من الهاير للور فيخش جوه. طب انت مش عايز كده، ما هو لو دخل جوه السمول انتستينال هيروح بعد كده اللارج انتستينال، بعد كده يطلع في الفيسز از ايه؟ من الانس، هيطلع من ايه؟ لا از فيسز. اوكي. طب انت مش عايز كده. طيب ببساطه النبي عليه الصلاه والسلام قال لك انت عندك الحبه والكالسيوم الزغنطتين دول انت عايز ترجعهم تاني للبلاد، فهتمشي اجنست كونسنتريشن، يعني من لو كونسنتريشن لايه؟ لهاي كونسنتريشن. من لو كونسنتريشن لايه؟ لهاي كونسنتريشن. ببساطه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى ده معنى كلمه اجنست كونسنتريشن. يبقى على طول بيمشي، افتكروا كده، على طول بيمشي اجنست الايه؟ اجنست الكونسنتريشن، بيمشي ضد التيار. طب بما ان هو بيمشي ضد التيار، كلنا عارفين الحاجه بتمشي اجنست الكونسنتريشن بتبقى عباره عن اكتف ترانسبورت، فبتحتاج اي سي بي او انرجي. جميل. طب واتفقنا اللي هو عباره عن مينرال فمحتاجه كاريو. يبقى ببساطه انا بلف السلام، نقل الكالسيوم او الابزوربشن بتاع الكالسيوم محتاج حاجتين، ريكويرمنت حاجتين، الكارير اللي هو البروتين
وال ATP. ال ATP ليه؟ لأنه هو بيمشي against the concentrations. ماشي، بيساعد بإيه؟ بالكالسيوم dependent ATPase زي ما احنا لسه إيه قايلين. طب جميل جدا كده، أنت عرفت بيه إزاي بيحصل له absorption عندك جوه الجسم. جميل. طيب الصوت أنا بعرف إيه بقى الفاكتور بتزود الكالسيوم أو بتقلل لك الكالسيوم؟ بص يا سيدي، أول حاجة عندي فيتامين دي. فيتامين دي تملي كده، افتكر اللي هو كأنه بالظبط الكالسيوم بالظبط. فيتامين دي بيزود لي نسبة الكالسيوم إزاي؟ قال لك الفيتامين دي اللي هو عبارة عن الكالسيتيرول، وإحنا خدناه في الفيتامينز، عبارة عن بيساعد لك وبيعمل لك انديوس، بيحفز السينثيسيس بتاعت الكارير اوف بروتين اللي هي الكلوبامين، الكلوبادين، الكلوباني، كالباندين، سوري كالباندين، كالباندين. طيب بالصلاه والنبي عليه الصلاه والسلام، يبقى هو بيساعدلك في تصنيع الكالباندين. يبقى مين اللي بيصنع الكالباندين كارير؟ مين اللي بيحفزها؟ هو الفيتامين دي. طيب ان ايه؟ ان انتستن ابيسيليا بس في الانتستنال. ما هو الكالبانيدين هو ده الكارير، هو بيحصل ابزوربشن الكالسيوم فين؟ في الانتستينال. طيب بايولوجيك هيكون موجود فين؟ هيكون مثلا في الهارت ولا البرين ولا كده؟ لا طبعا، المفروض يكون في الانتستينال عشان يساعد في عمليه الابزوربشن بتاعه الايه الكالسيوم. يبقى ده اول فاكتور عندي، زياده الفيتامين دي هيحفز لي ان هو يكون لي كارير كتير، هيجيب عربيات كتيره تنقل الكارير، فاكيد بايولوجيك هيحصل ابزوربشن كتير ويزود لي كميه الايه الكالسيوم. الباراثايرويد هرمون عارفيننا كلنا من ثانويه عامه، الباراثايرويد هرمون بيعمل لي ري ابزوربشن من الكالسيوم من الرينال تيوب في الكدني، وبعد كده بالصلاه والنبي عليه الصلاه والسلام بيزود لي نسبه الايه الكالسيوم. يبقى الثايرويد الباراثايرويد هرمون انكريز الكالسيوم ترانسبورت فروم الانتستينال وورز ووز اكتيفيتد اوف الفيتامين دي. طب ازاي؟ قال لك بيقول لك بيزود الكالسيوم ترانسبورت، ماشي جميل، ثرو اللي هو يعمل لك ايه اكتيفيتنج اكتيفيشن اوف فيتامين دي. يعني ايه؟ يعني الباراثايرويد يروح للفيتامين دي يعمل له اكتيفيشن، فالفيتامين دي يروح يعمل اكتيفيشن للكايرا، يلا جمع العربيات بتاعتك عشان عايزين عندنا حموله كتيره من الكالسيوم عايزين ننقلها، يقوم عامل لي ري ابزوربشن، يبقى كده زود عمليه الايه الكالسيوم. نربطها في مثال حيوي عندنا في الحياه، مثلا بالصلاه والنبي عليه الصلاه والسلام في رحله، حلو الرحله ديت انت بتقدم فيها شركه، الشركه دي مثلا ما عملتش حسابها ان هيكون في عدد كتير، فايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بالصلاه على النبي عليه السلام بيجي البيج بوس اللي هو بيقعد يعد العدد بتاع الناس اللي طالعه الرحله، لقى مثلا عدد زياده، فعندك مثلا 10 زياده، 10 اشخاص زياده، فيروح ايه يروح ده مين بقى اللي على يروح ده اللي هو الراجل اللي بيعد الناس ده الباراثايرويد هرمون، هيروح يحفز فيتامين دي. فيتامين دي ده مين؟ رئيس السواقين، يروح لرئيس الايه السواقين. فيتامين دي ده يروح يعمل ايه؟ يروح يجمع السواقين كلهم. السواقين دول مين؟ اللي هم البروتين اللي هو الكالبانيدين، الكالبانيدين دوت اللي هو الكايرا، يجمع كل السواقين اللي معايا عشان ينقل الايه الكالسيوم ويحصل ري ابزوربشن. اعتقد كده ما بقاش فيه اسهل من كده. طب ايه كمان ممكن يزود لي الكالسيوم؟ نسبه الكالسيوم، الاسيديتي. الاسيديتي بتزود لك الكالسيوم ابزوربشن، وهنعرف ليه دلوقتي، لان الاسيديتي دي بالصلاه والنبي عليه الصلاه بيعمل زي مركب كده انترميديتد مع الكالسيوم، فبيزود لك الابزوربشن ويحسن الابزوربشن بتاعتك. افتكر كده لما بينزل الكالسيوم في الاستومك بيزود لي الابزوربشن عندي في الانتستينال. بعد كده الامينو اسيد، خاصه مين؟ خاصه اللايسين اند الارجينين، دول بالصلاه والنبي عليه الصلاه بيزودوا لي برضو الابزوربشن بتاع الايه بتاع الكالسيوم. يبقى الاسيديتي بتزود لك ليه الكالسيوم ابزوربشن؟ افتكر كده، عشان الاسيديتي بتزود لك السوليبيليتي. يعني ايه؟ يعني بتزود لك السوليبيليتي بتاعت الكالسيوم، كل ما تكون الحاجه مور سوليبل يبقى بالصوت انا بس ما هتبقى ايه مور ابزوربشن، يعني هتبقى امتصاص احسن. يبقى الاسيديتي بتزود الابزوربنت السوليبيليتي، سوري زود لك السوليبيليتي، عشان كده بيحصل ابزوربشن عالي. نفس الكلام الامينو اسيد اللايسين والارجينين، دول بيزود له برضه الابزوربشن. طب طبعا بيولوجيك كده ايه الحاجات بقى اللي بتقلل لك الكالسيوم ابزوربشن؟ بيولوجيك الحاجات اللي عكسها. يعني ايه؟ بص يا سيدي، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، نقول مثلا الاوكساليت، ماشي الاوكساليت ده بيعمل ايه؟ الاوكساليت ده بيقلل لك السوليبيليتي. مين كان عكسه هناك؟ او بص سيبك من الاوكساليت، نجيب مين بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب الالكالينيتي. الالكالينيتي بتقلل لك السوليبيليتي بتاعت الكالسيوم، ليه؟ عشان هو بيقلل لك سوري الالكالينيتي بتقلل لك الابزوربشن بتاع الكالسيوم، عشان هو بيقلل لك السوليبيليتي بتاعت الكالسيوم، فمعنى كده بيقلل لك الايه الابزوربيليتي، اوكي الابزوربنس بتاعته. يبقى بالصوت انا برسم حاجتين بيقللوا لك ليهم علاقه بالسوليبيليتي، اللي هو عن طريق ان هو يقلل السوليبيليتي بيقلل لك الابزوربشن. مين؟ الاوكساليت والايه والالكالينيتي اللي هي الحاجات الميديوم الالكالين. جميل جدا. طب اول واحده عندي مين بقى؟ زي الفيتيك اسيد. الفايتيك اسيد دوت هو بيكون موجود فين؟ في السيرلز ديت، زي بقى القمح والرز والحاجات ديت. ده بيعمل لي فيرمنتيشن للكوكينج ريديوسد فليتيتد كونتنت. يعني ايه بقى؟ قال لي الفوليك اسيد عرغم ان هو اسمه اسيد، المفروض واحد يجي كده يقول له في بالي ده اسيد يبقى هيزود لك السوليبيليتي فهيزود لك الابزوربنس، لا
قال لك غلط. ليه؟ قال لك الفوليك اسيد ده بيعمل لك كومبلكس مع الكالسيوم، يروح يمسك كده مع الكالسيوم ويعمل لك كومبلكس، فيقلل لك السولوبيليتي بتاعت الكالسيوم، يبقى بيقلل لك الابزوربنس بتاعت الكالسيوم. نفس الكلام الاوكزاليت اللي احنا لسه ايه قايلينه، بيسوي لي بيزود بيعمل لي انسوليبل كالسيوم اوكزاليت، فمعنى كده بيقلل لك السولوبيليتي. بعد كده يعمل ابزوربشن. طبعا لو انت عندك مشكله في الامتصاص، عندك مشكله في الهضم، الحاجات ديت كلها، عندك مثلا فاتي اسيد كتيره بالسلام، عندك ستيرو ريهج ديت، يعني عندك زي سيل كده من الفاتس اوكي نوت ابزوربد كوزنج الفيرمنتيشن اوف، بيعمل لك فورميشن اوف الانسوليبل كالسيوم فاتي اسيدز اوف فاتي اسيد، ده برضه بيقلل لك. يبقى الثلاث حاجات اللي بيقللوا لك اللي احنا لسه لحد دلوقتي بنتكلم عليهم، اللي بيقلل لك الابزوربنس بتاعت الكالسيوم، اعرف كده على طول بسبب ان هو بيعمل لي حاجه انسوليبل كالسيوم انسوليبل سولت، فمعنى كده بيقلل لك السوليبيليتي، معنى كده بيقلل لك الابزوربنس. بعد كده الهاي فوسفيت، كل ما الفوسفيت كونتنت، افتكر كده الفوسفيت عدو الكالسيوم، الفوسفيت عدو الايه؟ عدو الكالسيوم. كل ما الفوسفيت كونتنت يزيد هيؤدي لي اللي هو يعمل لي كالسيوم فوسفيت، كالسيوم فوسفيت ده بيكون عباره عن الراسب، فبيقلل لك السوليبيليتي، فهيقلل لك بالصوت نفسه بالايه الابزوربنس، الابزوربنس بتاعتي ماشي. الابزوربشن هيقوم قايل ايه عندي. فلذلك الاوبتيمم ريشيو بتاعت الكالسيوم للفوسفوس يا اما 1 ل 2 ل 2 ل 1، يا اما 1 تو 2، يا اما 2 تو 1 اوكي. ده اللي ما لازم يكون موجود عندي زي اللي موجود في الايه في الملك. اتمنى يكون الموضوع واضح بتاع الحاجات اللي بتزود والحاجات اللي بتقلل، وموضوع سهل باذن الرحمن. طب ايه بقى حكايه الديستريبيوشنز؟ الديستريبيوشنز بتاع الكالسيوم في جسمك، طبعا بيولوجيك احنا عارفين 99% من الكالسيوم بيكون ستورج فين؟ في البون. ده اهم حاجه عندي تعرفها. ده عباره عن الافرج توتال كالسيوم عندك 1.5 1.2 كيلو جرام، 99 منهم بيكون في البون والتيث في الاسنان، وبنسميها ايه؟ اسمها ابيتيتيف سولت. ابيتيتيف سولت الكلمه دي مهمه جدا جدا جدا. يبقى الكالسيوم اللي مستورج في البون ده اللي عباره عن الكالسيوم اللي بيكون لك العظام بتاعتك والتيسز والحاجات دي، اسمه ابيتيتيف سولت. دي سولت ار دبل سولت، عباره عن دبل سولت، عباره عن حاجتين، من 3 مليكيول اوف تترا تيرشري كالسيوم فوسفيت اند 1 مول اوف الايه بالصوت انا بنفسهم الكالسيوم كربونات اوف اور هيدروكسيد. يعني ايه؟ يعني ده كده شكل الابيتيتيف سولت، مهم جدا تعرفه. عباره عن 3 مول من الكالسيوم فوسفيت، 3 مول من الكالسيوم فوسفيت، و1 مول بس، يعني كأن الريشيو 1 ل3 ماشي، و1 مول بس كالسيوم ايه؟ كربونات او كالسيوم هيدروكسيد. طيب انت قلت دلوقتي 99% من الكالسيوم بيكون ستورج في البون، طب ال1% ده راح فين؟ قال لي بيكون موجوده في اذر تيشيو والبلاد البادي فلويد، في بقى الفلويد بتاع جسمك البلاد والحاجات ديت واذر تيشيو. جميل. ايه بقى الفانكشن بتاعت الكالسيوم؟ بص يا سيدي صل على النبي، اول حاجه عرفناها ان هو بيخش في تصنيع البوند اللي هو السكيليتال بوند، ما هو عباره عن ايه؟ عباره عن 99% في البوند، يبقى بيولوجيك بيخش في تصنيع الايه البوند. تاني حاجه عندي بقى ال 1% ده بقى بيعمل لي بقى الفانكشنز، ايه هي؟ بيعمل لي اكتيفيشن للانزيم. يعني ايه اكتيفيشن بالانزيم؟ يعني بيحفز لي عمل الانزيمات، بيشتغل اس كو ايه كو فاكتورز. فاكرين ما كنا بنقول الكو فاكتورز عباره عن ميتال نون اورجانيك بالصفه انا بقى سلام نون بروتين، هي اللي بتساعد في عمليه الانزيميشن والحاجات ديت، هو ده بقى بيشتغل از ايه؟ اس كو فاكتورز. يبقى بقول لك الترانسفير اوف الكالسيوم از ميديتد ثرو ذا سبيسيفيك بايندينج اوف الاي ريجولاتوري انزيم اسمه الكالمودينين. الكالمودينين دوت بالصوت انا بلف دوت سام، ده عباره عن حته معينه في الانزيم. بص انا عارفه الغري ده كله غري وانت مش هتعرف تفهم حاجه. بص يا سيدي، حته الاكتيفيشن بتاع الانزيم بالنسبه للكالسيوم عندي يا اما عن طريق طريقتين، خليك كده فاكرها، يا اما دايركت، يا اما دايركت طريقه دايركت عادي جدا، يا اما طريقه اندايركت. يعني ايه طريقه اندايركت؟ يعني هو بيعمل اكتيفيشن للانزيم اندايركت، يا اما طريقه ايه دايركت. طريقه دايركت كده هو بذات نفسه، هو بعظمته، هو بشمالته كده يروح للانزيم يعمل له اكتيفيشن على طول من غير اي وسيط. هنا بقى لا، بيحتاج وسيط. في الاندايركت دي بيحتاج وسيط، مين الوسيط عندي؟ هو اسمه الكالمودين. الكالمودين دوت بالصوت انا بس عباره عن وسيط موجود فين؟ موجود ماسك في الانزيم. مجرد ما يمسك هو في الكالسيوم، يعني دلوقتي ده ماسك هنا كده في الانزيم، هنكتب كده الانزيم، والكالسيوم لوحده ماشي في الدم ماشي. انا دلوقتي عايز انشط الانزيم دوت، انشطه ازاي؟ مثلا زي الكاينيز، اي حاجه من الحاجات دي. قال لي هتنشطي عشان تحطي الكالسيوم، لازم الكالسيوم يمسك في الكالمودلاين دوت، الكالمودلاين، وبالصوت انا بس مجرد ما يمسك فيه هيعمل لي الكالسيوم، هيعمل لي اكتيفيشن ليه، فهو يروح يعمل لي اكتيفيشن للانزيم. يبقى كان في وسيط في النص. عارف فكره ايه؟ لما انت تكون مثلا عايز تخرج رحله مع اصحابك وخايف تروح تقول لباباك، بتقوم عامل ايه؟ بدخل ماما في النص ووسيط في النص، وتقعد تضغط عليها وتقول لها يا ماما عشان خاطري، يا ماما ارجوكي، يا ماما مش عارفه ايه، يا ماما والحوارات دي كلها، وتحاول تقنع فيها، فماما تكون وسيط بينك وبين باباك، يقوم رايحه تستاذن باباك، فباباك ايه يوافق. يبقى انت تنشط مامتك الاول، مامتك تروح تنشط ايه باباك، وباباك ايه يوافق. كل الرغي ده هو دوت الكالسيوم بايندينج تو، اعمل لك كونفورميشنز في التشنج في اللي هو الكالمودلاين دوت، اعمل لي اكتيفيشن للانزيم اباوت ان الكالمودلاين.
is this is process vigorously عن طريق ايه زي الكاينيز the following enzyme is activated the following enzyme activated by calcium على طول وفي mediated by ايه كريمينوداين يبقى انت عندك انزيم يا اما يكون دايركت يا اما يكون ان ايه اندايركت زي الادينونايل سايكليز والحاجات ديت بالسلطه انا بقى نفس السلام بتحتاج ان يكون عندي وسيط في النص ماشي هو متى بيبقى زي الايه زي الكاينيز اللي بيكون عباره عن ايه بينقل الفوسفات ودوت بنوضحه وبنعمله في الدايجرام دوت ايه هو الكالسيوم يمسك مع الكالمودولاين الكالمودولاين دوت هو ده عباره عن ماما وانت الكالسيوم عملوا مع بعض بايندينج عملوا مع بعض كومبايندينج راح البايندينج ده كله عمل ايه تحفيز للكاينيز اللي هو ده مين ده الانزيم اللي هو بابا عمل لي اكتيفيشن للكاينيز ده بالصوت انا بقى في سام بعمل لك الفوسفوليتد انزيم فوسفوليتد ايه انزيم عمل لك ان عارف حط مجموعه فوسفات في الايه الانزيم وعمل لك ليه اكتيفيشن جميل حلو قوي كده احنا عرفنا اول فانكشنز عندي بالنسبه للكالسيوم عندي كذا بقى فانكشنز ثانيه بس انا بقى بفهم ايه البيولوجيكال افكت بتاع الكالسيوم ايه اخبار البيولوجيكال افكت بيأثر عندي الكالسيوم على ايه بيقول لي زام اذر انزيم او اكتيفيتد ده بيقول لك اللي هو اللي احنا لسه قايلين عليها دايركتلي على طول بالكالسيوم في بعض الانزيم بتشتغل على طول دايركت من الكالسيوم من غير ما تحتاج انترفينشنز كومبيننت يعني بايندينج منهم زي الكالمودين زي البنكرياتيك لايبيز زي زي كواجوليشنز انزيم والرينين كل الحاجات دي بتعمل لها اكتيفيشن بالكالسيوم على طول عارفين عندنا بقى زي اللي هي الكواجوليشن يعني كواجوليشنز انزيمز كواجوليشن انزيم اللي هي الحاجات اللي بتعمل لك تجلط في الدم دي بالصوت انا بقى بسمع عباره عن ايه بتعمل حصل لها اكتيفيشن على طول دايركت بالايه بالكالسيوم من غير اي حاجه طيب تالت وظيفه عندي ليه الكالسيوم ان هو بيعمل ميدييتنج للمسلز كونتراكشن طبعا بنحتاجه في المسلز عمليه المسلز كونتراكشنز عمليه انقباض الايه المسلز بنحتاجه اللي هو يروح يمسك في المايسينز واللي هو الاكتين والحاجات ديت كلها طيب رابع فانكشنز عندي في الكالسيوم هي السكريشنز بتاع الهرمون اللي هو بيعمل لي سكريشن بيتحفز السكريشن بتاعه الهرمون في زي الانسولين زي الباراثايرويد هرمون زي الكالسيتونين والكالسيتونين ده عكس الباراثايرويد هرمون اذا كان الباراثايرويد هرمون بيزود لك نسبه الكالسيوم في البلط اما الكالسيتونين ده بيقلل لك نسبه الكالسيوم في البلط ماشي عندك بقى الفازوبريزنز وعندي دوت كل ده بيعمل لي بيطلع بسبب وجود الايه الكالسيوم ده عباره عن ايه عباره عن حاجات هرمونز طيب الكالسيوم اند سايكليك اي ام بي ار سكندري ميسنجرز اوف ديفرنت هرمونز جاست از الجلايكوجينز اند الاي دي اتش ده بيستخدم از سكندري مسجنج اللي هو بيبقى عباره عن ايه اللي هو يمسك مع اللي وصل لك هنا بس مع الهرمون اللي هو مثلا زي الجلايكوجين او الاي دي اتش ويحصل له ريليزنج في مثلا في الاورجن دوت ويعمل لي سكند مسجز اوكي بعد كده البيرميابيلتي البيرميابيلتي دي مهمه قوي اللي هي النفاذيه يعني البيرميابيلتي يعني النفاذيه يعني ايه بص انت دلوقتي بيحصل لك انفلاميشن زي ما انتوا خدتوا في الباثولوجي بيجمع لك كل الوايت بلاد سيل ومش عارفه ايه وتلاقي عندك كون لك اوديما يعني ايه اوديما يعني عندك سويلنج كده جامد بسبب ايه بسبب الاكسيديت اللي طلعت عندك في الانفلتريت جميل جدا طيب انت عايز تمنع دوت قال لي ده الكالسيوم هي اللي بيمنح لك يبقى الكالسيوم بيقلل لك الانفلاميشن وبيقلل لك الالرجي ليه عن طريق ايه اللي هو بيعمل لك فازو بيقلل لك البيرميابيلتي بيقلل لك البيرميابيلتي يبقى ببساطه انا بفهم بيولوجيك كده بيقلل لك البيرميابيلتي بمعنى كده هيقلل لك كميه الميه اللي تطلع او الاكسيديت اللي عندك معنى كده هيقلل لك الاوديما ويقلل لك الالرجيك اكسيديت جميل طيب سبع حاجه عندي الكالسيوم از نون از فاكتورز 4 ان بلاد كلوتينج كواجوليشنز هو اسمه يعني عندنا في عمليه البلاد كواجوليشنز ما احنا خدنا قبل كده في الفسيولوجي في السمستر اللي فات دي بالصوت انا بلف سام كنا كان تمشي كذا فاكتور 7 و9 ومش عارف ايه والحاجات ديت كان عندنا من ضمنهم فاكتور 4 اللي هو عباره عن اصلا اوريدي كالسيوم مهم جدا في عمليه البلاد كواجوليشنز او التجلط بتاع الدم جميل يبقى انت عندك سبع فانكشنز للكالسيوم اول حاجه انها تعمل لك اكتيفيت بتخش في البوند ماشي تاني حاجه بتعمل لك اكتيفيشن للانزيم تعمل لك اكتيفيشن للانزيم سواء بقى بدايركت او اندايركت مش مهم عندي تالت حاجه بالصوت انا السلام اللي هي بتعمل لك ليها علاقه بالكونتراكشن رابع حاجه ليها علاقه بالسكريشن بتاع الهرمون زي الانسولين زي الباراثايرويد هرمون زي الكالسيتونين زي الفازوبريزن كل الحاجات دي بيعمل لك ليها سكريشنز خامس حاجه عندي بالصوت نفسها بيشتغل از سكندري مسجنج زي السي سايكليك اي ام بي وسابع سادس حاجه بيعمل لك بيرميبيلتي بيقلل لك البيرميبيلتي للبلاد فيزز واخر حاجه عندي بيعمل لك البلاد كلوتينج او بيشتغل كاسك از كو فاكتورز او كفاكتور رقم 4 جميل جميل طيب البلاد ليفل اوف كالسيوم المفروض يكون نسبه الكالسيوم عندك في الدم من كام لكام من 9 ل 11 مللي جرام بير ديسي متر بير لتر بس يبقى من 9 ل 11 مللي جرام ديسي متر ايه لتر هي دي النسبه بتاعتي ابوت 5 منهم جرام از ايونايزد يبقى بص 9 مللي من 9 ل 11 لو احنا جينا قسمناها كده عندي 5 مللي جرام احنا جينا مثلا قسمنا كده بالصوت انا بفهم 5 مللي جرام منهم لازم تبقى ايونايزد والايونايزد فورم ديت اللي هي معناها ايه
انها ionizations، يعني مش متشاله على كاي، موجوده كده في البلاط بس من غير ما يكون متشاله على كاي ومش محصل لها اي حاجه. ماشي. entities metabolic activity، دي بقى المسؤوله عن ايه؟ metabolic activity مسؤوله بقى عن الاكتيفيتي بتاعت الميتابوليزم والحاجات ديت. طب 1 مللي جرام بس is complex with ايه؟ فوسفيت اند بايكربونات اند سيتريت. 1% مللي جرام من الـ من الـ من ال 11 وال 9 دوت، 9 ل 11 ده بيبقى عباره عن ايه؟ ماسك مع ايه؟ ماسك مع فوسفيت، بايكربونات، سيتريت، اي حاجه فيهم، المهم اللي هو بايندد ومش ionized. ماشي. بعد كده this two form are diffused from the blood to the tissue. دي سهله جدا ان يحصلها diffusions. ازاي؟ انها تطلع من البلد تروح للتيشيو او من التيشيو للبلد، ايا كان، يعني انها تبقى سهله ان يحصلها diffusible. طب تخيل كده، جيت بقى مسكت 4 مللي جرام منهم مع بروتين، حاجه قلبوزه كده ما بتقدرش تتحرك، وهتفضل ماسكه فيها ومكلبشه فيها وتفضل موجوده عندي في الدم، مش هيحصل لها diffusion خالص. يبقى احنا لو جينا قسمنا النورمال رينج، الرينج بتاع الكالسيوم من 9 ل 11 مللي جرام بير ديسيمتر لتر. جميل. طيب مش دي سي متر، اسفه، دي سي لتر، دي سي لتر. اوكي. طيب الصلاه النبي عليه الصلاه والسلام، عندك منهم 5 مللي جرام لازم يبقى ايه؟ ايونايزد. ايونايزد ده يعني ايه؟ يعني محطوطه في الدم، يعني بيحصل لها ميتابوليتيك وبيحصل لها ديفيوز، ده عادي جدا. 1 مللي جرام يعني كانهم كلهم على بعضهم 6، ماشي. 1 مللي جرام برده بيبقى ماسك في ايه بقى؟ بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام، بيكون ماسك في الديفيوزبل مع البلاد تيشيو والحاجات ديت، بيبقى ماسك مع السيتريت او البايكربونات او الفوسفيت. ولا 4 مللي جرام دول بيبقى ايه؟ ماسك مع الالبيومين او البروتين، حاجه قلبوزه مش قادره تتحرك، فده بيبقى نون ديفيوزبل. جميل. خلاص، بعد ما عرفت الفانكشنز بتاعت كل حاجه في الكالسيوم وعرفت النورمال بلاد ليفل بتاع الكالسيوم، دلوقتي نشوف الفاكتور اللي بيعمل لي ريجوليشن للكالسيوم. انت دلوقتي محتاجه من 9 ل 11 مللي جرام دي سي لتر من الايه؟ من الكالسيوم دوت في البلاد. طب مين بقى اللي بيعمل لك ريجوليشن ليها؟ كذا حاجه. اول حاجه عندنا هنتكلم فيها هي فيتامين دي. فيتامين دي اتفقنا خلاص اللي فيتامين دي ده ايه؟ بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام، ده كانه بالظبط رئيس السواقين، ده بيصنع لك ايه؟ بيصنع لك الكاير اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن اسمه الكلو الكالبنيدين. خلاص، ده بيكون في الليفر، واحنا خدناها قبل كده في الفيتامين، مش هشرحها تاني، موجوده في الجزء الفيتامينز بتاع الفيتامين دي اللي هي ليها علاقه بالكالسيترول والحوارات ديت، يروح يعمل لها هيدروكسيليشن في بوزيشن رقم 25 في الكدني وفي الليفر، بلا بلا بلا، كل الحاجات دي بتحصل لي. الكالسيترول في الاخر بيتكون عندي. الكالسيترول ده اهم حاجه بقى، دي الحته الجديده، بيروح يعمل لي انديوز لمين؟ للكارير بروتين. الكارير بروتين ده بيكون موجود مين؟ موجود في الانتستينال موكس. هيعمل لي انكريجن لمين؟ للابزوربشن بتاع الكالسيوم. يبقى ساعتها البلود ليفل بتاع الكالسيوم هيزيد ولا مش هيزيد؟ طبعا هيزيد، بوجود مين؟ بوجود الفيتامين دي. والفيتامين دي دوت بيقول لك اندبندنت، بيعتمد على البوند. ليه؟ لان بسبب اللي هو بيزود لك نسبه الكالسيوم. طب ازاي؟ قال لي بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام، الفيتامين دي ده يروح يحفز لك حاجه اسمها اوستيوبلاست. انت عندك تو تايب اوف السيل موجوده جوه البوند بتاعتك، اوستيوبلاست واوستيوكلاست، من اسمها كده، بلاست بي اولها بي يبقى بيلد، يبقى ايه؟ بيلد، ماشي، بيلد. طيب كلاست، كلاست كانها اكس اولها سي، كانه عمال يكسر يكسر، كانك بتقول كسر، يبقى معنى كده عمال يعمل لك بريك، عمال يعمل لك بريك وايه؟ ويكسر لك البوند. يبقى ده بيكون لك بوند كتير ويعمل لك فورميشن، دي بيزود لك البوند ايه؟ فورمينج سيل، الخلايا اللي بتكون مسؤوله عن انها تكون لك الايه؟ البوند. بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى فيتامين دي بيشتغل على حاجتين، ان هو يزود لك الكارير بروتين فيزود لك الابزوربشن، اللي هو كانه بيشيل لك، مسؤول عن الكاريرز، ده رئيس السواقين. وبعد كده بيزود لك كمان الايه؟ بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، الايه؟ الاوستوبلاست. الاوستوبلاست ديت بتكون موجوده في البوند، فيزود لك النمبر والاكتيفيتي بتاعت البوند سيل ايه؟ فورمنج. تاني حاجه عندي بتاثر عندي قوي الريجوليشن بتاع الكالسيوم، اللي هو الباراثايرويد هرمون، البي تي اتش. الباراثايرويد هرمون ده بيساعد اللي هو يحصل لي ري ابسوربشن للكالسيوم فروم الانتستينال برضو مع الفيتامين دي، ماشي، بلا بلا بلا. المهم اللي هو ده بيحصل ايه؟ ده بيعمل لي اللهم صل على النبي وسلم، بيقلل لي اهي ديكريز رينال اكسكريشن اوف الكالسيوم، يعني معنى كده بيزود لك الابسوربشن او الري ابسوربشن بتاع الكالسيوم، يروح للرينال، يروح للكدني. انت عندك كالسيوم يا بنتي هتطلعيها في اليورين؟ لا، انا جسمي محتاجها، يرجع حالي تاني جوه البلاط. اما عندك فوسفات، لا انا خدي، الجسم مش عايز فوسفات وهرمي فوسفات كتير. يبقى الباراثايرويد هرمون اين وجد؟ اعرف كده، هيعمل لي ري ابسوربشن للكالسيوم للبلاط، ويعمل لي اكسكريشن، كلمه اكسكريشن يعني يرمي الفوسفات مش عايزه جوه في اليورين. اوكي. وبرضه زي ما احنا قلنا، الباراثايرويد هرمون بيساعد في الابسوربشن بتاع الكالسيوم فروم الايه؟ الانتستينال، مع بيعمل عن طريق اللي هو بيعمل لي برضه اكتيفيشن للفيتامين دي ويحوله لي الكالسيترول. والكالسيترول ده بالصلاه على النبي، يعني احنا عرفنا خلاص الكالسيترول يروح يصنع لي الكارير بروتين ويبدا بقى يعمل لي ابسوربشن كتير للايه؟ الكالسيوم. يعني معنى كده الباراثايرويد هرمون ده ايه؟ ده الرئيس اللي هو بتاع الرحله كلها، ده المشرف، بيروح يحفز مين؟ بيروح يحفز رئيس السواقين، ده اللي هو مين؟ فيتامين دي. فيتامين دي بيروح يحفز مين؟ يحفز السواقين.
السوائل من دول اللي هم الكارير بتاع البروتين اللي هو اسمه الكلابينامدين دوت. الكلابينامدين ده بالسرطان بتسمي واحد مين ينقل السياح ويعمل له ابسوربشن اللي هو الايه الكالسيوم. اوكي قال لك برضه في البون ده عند البرس هيرويد هرمون يروح يعمل لي دي مانيتريليزنج اند دي كالسيكنيشن. يعني ايه دي كالسيفينيكيشن؟ يعني بيقلل لك نسبه الكالسيوم في البوند. يعني ايه؟ يعني يروح يمتص الكالسيوم من البوند. يعني ايه؟ يعني ياخد الكالسيوم من الموجود في البوند يرجعه للدم. فاكرين كان عندي كالسيتونين والايه الباراثايرويد هرمون، لما يكون نسبه الكالسيوم قليله في الدم الكالسيوم هيروح يشحت من مين؟ يروح يشحت من مخزن الحظام من المخزن بتاعه اللي هو مين؟ العظام. هات لي الكالسيوم اللي عندك عن طريق مين؟ عن طريق الباراثايرويد هرمون. طب انا دلوقتي في الدم عندي نسبه كالسيوم عاليه كتيره قوي، طب انا عايز اخزنه وانا عندي في الدم كتير، هقوم اخزنه مين؟ في العظام. مين اللي يروح يودي دوت العظام ويخزنه؟ اللي هو الكالسيتونين. خلاص يبقى ده بالظبط انا بفهم. طب هو ازاي بقى بيروح يشحت من البوند ويعمل لي دي كالسيفيكيشنز؟ عن طريق هو يزود لك الاوستيوكلاست. يبقى الفيتامين دي يزود لك الاوستيوبلاست فيزود لك بوند كتيره وكده. اوستيوكلاست يقعد بقى يكسر لك دي السيل ريسبونس فور ري ابزوربشن ان اي بوند. يبقى ده اوستيوكلاست يقعد يقول لك ايه يلا رجع الكالسيوم للبلاد عندك. ودي بتاعت رينا اللي احنا لسه ايه قايلينها. يبقى دلوقتي بالصوت انا بلف سام الباراثايرويد هرمون ليه ثلاثه اكشنز، بيشتغل على ثلاثه ايه اكشنز. ايه هما بقى؟ اول حاجه بالصوت انا بلف دو السلام ان هو بيزود لك السيرم كالسيوم ليفل، بيزود لك السيرم ليفل كالسيوم ليفل عن طريق ايه؟ ان هو يجيب لك من البوند ويجيب لك من الايه من الكدني من الاثنين ماشي. وذا ريليز اوف هرمون از كنترول باي نيجاتيف باك اوف اوف باي ايونايزد كالسيوم ان سيرم. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول لك ان الريليز بتاع الهرمون اللي هو اصلا الهرمون ده عشان ذات نفسه يتنشط لازم يتحكم بالنيجاتيف فيدباك. اتفقنا يعني ايه نيجاتيف فيدباك؟ يعني والله لو لقيت كان نسبه الكالسيوم جوه دم يا بنتي تقيل كتيره انا مش محتاجك اصلا، فمش محتاج اعمل ري ابزوربشن للكالسيوم، فمش محتاج انشط الباراثايرويد هرمون، فما كده مش هنشطه دي نيجاتيف فيد ايه باك باي الايونايزد كالسيوم سيرم. يبقى لازم يتحكم بالايونايزد، الايونايزد اللي هي كانت نسبتها كام؟ 4%. لو انت قصدي 4 ملي جرام بير دي سي لتر، لو انت قلت كده يبقى انت برافو عليك. ايونايزد ايه كالسيوم ان ايه سيروم، ايونايزد يعني مش متشال على كارير ولا اي حاجه، موجوده كده في الايه بلاد فري. اوكي اتمنى تكونوا فهمتوا الباراثايرويد هرمون. تالت هرمون عندي اللي هو الكالسيتونين. الكالسيتونين دوت احنا اتفقنا اللي هو عكس الايه الباراثايرويد هرمون، ده بيطلع من مين؟ بيطلع من الثايرويد هرمون، الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند ديت اللي هي الغده الدرقيه، اما الباراثايرويد هرمون كان بيطلع من ايه؟ من الباراثايرويد جلاند. طيب ده بالصوت انا بلف سامع عباره عن من 32 ل 34 امينو اسيد مش مهم اصلا، الديكريز السيروم كالسيوم اللي موجود عندك جوه الايه جوه الدم. ماشي بتقلل لك نسبه الكالسيوم عن طريق يعمل لك انهيبيشن للري ابزوربشن اوف البوند، يوحي البوند لا انا مش عايز اعمل ري ابزوربشن تاني خلي الكالسيوم عندك. وبقول لك ديكريز الاكتيفيتي اوف الاوستيوكلاست، يقلل لك الاكتيفيتي بتاعت الاوستيوكلاست اللي كانت بتزود لك نسبه الكالسيوم في البلاد اند انكريزنج الاوستيوبلاست. يلا ابني حطي كالسيوم جوه البوند. يبقى الكالسيتونين والباراثايرويد هرمون ار انالجيستيك، انالجيستيك يعني عكس بعض. الباراثايرويد هرمون اند الكالسيتونين توجذر زي بروميتد بوند جروس، الاثنين بيساعدوا في تكوين العظام وان هو ينمو ويظبط لك العظام وكده. بقول لك كدني الكالسيتونين انكريز الفوسفورس اكسكريشن. يعني ايه؟ يعني ببساطه انا بالظبط زي الباراثايرويد هرمون، اللي الباراثايرويد هرمون كان بيطلع الايه الفوسفات، مش عايزك مش طايقك انا بكرهك اطلع بره مش عايزك روح لليون. نفس الكلام بالظبط الكالسيتونين بيعمل نفس الحكايه ان هو يزود الانكريز بتاع الفوسفات اكسكريشنز ثرو ذا يورين سيميلر تو ذا زي الباراثايرويد هرمون. الكالسيتونين از انكريزد ان ذا بيشنت ويز ذا مادلا كارسينوما اوف ذا ثايرويد هرمون. يعني ايه؟ يعني ببساطه انا الكالسيتونين هيزيد طبعا لو حد عنده كارسينوما، عنده كانسر اعوذ بالله في الثايرويد هرمون الموجود عندي او ثايرويد جلاند، طبعا الكالسيتونين هيزيد لانه عنده ورم في الغده الدرقيه، يبقى اكيد الفانكشن هتزيد بتاعتها فتزود الفوز بتاع الكالسيتونين. فمعنى كده ايه؟ هيزود نسبه الكالسيوم في الدم هتقل، فكل الاكتيفيتي اللي احنا قلنا مسؤول عليها هتقل، وطبعا هيكون عنده بالصوت انا هيفضل سام الضمور بقى في العضلات والحوارات ديت عشان احنا عارفين الكالسيوم مهم جدا في الحته ديت. طيب رابع حاجه عندي بتاثر برضو على نسبه الكالسيوم في الدم هو الفوسفورس. الفوسفورس دوت هو عباره عن مقلوب العلاقه ما بين الكالسيوم، يعني الكالسيوم كتير في الدم والله هتلاقي الفوسفورس قليل، الفوسفورس كتير في الدم يبقى اعرف ان الكالسيوم عندك قليل، هما الاثنين ما بيطقوش بعض، هما الاثنين عكس بعض. لو انت عندك بقى رينال انسفشنز، يعني انت عندك دلوقتي فشل في الكليه لا قدر الله، طيب الكليه دي كانت بتعمل لك ايه؟ بتطلع لك كالسيوم كتير في الدم يعني بترجع لك الكالسيوم من الرينال، طبعا هتطلع لك الكالسيوم كتير في اليورين العكس عشان هي باظت. وكانت بتعمل لك ايه؟ بتطلع لك فوسفورس كتير او فوسفورس كتير في الايه في اليورين، فمعنى كده هتلاقي الفوسفورس عندك في الدم ايه زياده. يبقى الفوسفورس اكسكريتد از ديمانشد، هتقل جدا الفوسفورس وهتلاقيه تراكم جوه الجسم، والفوسفورس ليفلز ان ذا بلاد از ويل بي ايه انكريز، والكالسيوم هيزيد لان هي كانت المفروض بتعمل العكس، كانت بتزود لك
نسبه الكالسيوم في البلط وبتقللها لك في اليورين وبتزود لك نسبه الفوسفوس في اليورين وتقللها لك في البلط، هيحصل بقى العكس. طب العمليه دي ما بتحصل، دي بنسميها تيتانيا، تيتاني اسمها ايه؟ تيتاني، ده مرض اسمه التيتاني. اوكي، ده كده شكل المرض بتاع التيتاني، بيبقى شايف عنده حركه لا اراديه في العضلات بتاعته نتيجه اللي هو عنده نقص في الكالسيوم الموجود عندك في البلط. ده شكل ليه، وده شكل برضه ليه اهوت، ده بيكون في حركات غريبه كده في ايده، لان احنا عارفين الكالسيوم مهم جدا جدا، الماسلز والكونتراكشن والحوارات ديت. هو بقى نسبه الكالسيوم في البلط قلت، فبايولوجيك ان هو عنده مشكله في الجزء دوت، لان نتيجه الايه التيتاني بالظبط، انا بسميها نتيجه ان الكدني عنده رينال ايه فيليور. اوكي جميل. خامس حاجة عندي السيرم بروتين. ايه اخبار البروتين؟ مش احنا قلنا البروتين ده كارير؟ تخيل كده السواقين مجوش وما سمعوش كلام رئيس السواقين اللي هو فيتامين دي، هل الكالسيوم هيتنقل ويحصل له ابزوربشن؟ لا مش هيحصل له ابزوربشن خالص ولا هيتنقل. بس هل هو معنى كده نسبته قلت في الدم؟ لا مش قلت، بس هو اوريدي موجود، ولكن يعني السياح موجودة وكل حاجة، بس مش عارفين ننقلهم، مش عارفين نستفيد من فلوسهم، فهم موجودين بس مش عارفين ننقلهم، فمش عارفين نستفيد من فلوسهم. نفس الفكرة بالظبط، نتيجة ايه؟ نقص العربيات والسواقين وكده. هي نفس الكلام السيرم وفي البروتين. هي عباره عن ايه؟ عندي هايبو البونيمينيا، يعني عندي نقص القلب من في الدم، بمعنى كده التوتال كالسيوم از ديكريست، كميه الكالسيوم كلها اللي لا بستفاد منها بمعنى اصح بتقل، ولكن الميتابوليزك افكتيف از نورمال، الميتابوليتيك اكتيفيتي ايونايزد، دي اللي هي الايه الايونايزد فورم بتاعتي اللي هي ال 4 مللي جرام بير دي سي ليتر، دي زي ما هي نورمال جدا. سو شاس از هايبوكاليميا از نوت اسوسيشن ويز تينيا، يعني ايه؟ هنا مش هيديني تينيا ليه؟ لان انت اوريدي عندك السياح، عندك السياح يا ابني في مصر، بس انت مش تنقلهم، مش بتستفاد منهم، فكانك عارف ايه، كانك راكن الحاجه بمعنى صح، بس انت مش بتستفاد منهم ليه؟ نتيجه ان انت نقص السواقين اللي عندك، لان مش هيديني اكتيفيتي خالص، ولا هيديني اي ابزوربشن، ولا هيديني اي فانكشنز، ولا اي حاجه غير لما يكون معاه الكارير بتاعي اللي هو السواقين بتاعي. بس هل هو مش موجود؟ لا هو موجود. يبقى ده ببساطه انا بلف السلامز عنده الاكتيفيتي الاكتيف يونيفورم الايونايزد بتاع النورمال ليفل موجود عادي جدا، كالسيوم عندي هنا هايبوكاليمي، بس انا ما عنديش تيتانيا ليه؟ لان اوريدي انت عندك الكالسيوم. التيتانيا دي بتيجي نتيجه ايه؟ نقص الكالسيوم او نقص الايونايزد ايه كالسيوم اللي موجود عندي. سادس حاجه عندي بتاثر بالصوت انا بلد سلام في الليفل بتاع الكالسيوم، الالكالوزيس والاسيدوزيس، واتفقنا ان الاثنين ليهم علاقه بالتاثير. الاسيد بتزود لك الابزوربشن بتاع الكالسيوم عن طريق بتزود لك السوليبيتي، الالكالوزيس العكس. يبقى بقول لك الالكالوزيس فيفري بايندينج اوف مور بروتين ويز بروتين، يعني ايه؟ يعني الالكالوزيس دي بتحب تمسك مع الكالسيوم من حبها اكتر من البروتين. يعني ايه؟ يعني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، تخيل كده السياح موجودين ولكن هم بقى ايه؟ لا في سواقين، في سواقين بتوع مصر مثلا ومش بيعرفوا يسوقوا، فلقوا مثلا واحد سواق اجنبي راكب عربيه هاي ومش عارفه ايه وكده، فطبعا بيولوجيك كده هيروح يعملوا اتراكشن اكتر ويدفعوا فلوس اكتر للي هو الفوج الاجنبي بمعنى اصح، ويسيب السواقين الكحيانين بتوع مصر اللي هم الايه العربيات البايظه اللي بتمشي عماله تخبط ومحتاجه حد يزقها. نفس الفكره بالظبط، الالكالين او ما الكالسيوم دوت يلاقي الالكالوزيس يروح يمسك فيها يكلبش فيها كده مره واحده ويسيب البروتين خالص ويبيعه خالص، فده بيعمل لك ايه؟ بيقلل لك الايونايزد كالسيوم اللي عندك. ليه؟ لان مبقاش ايونايزد، بقى ماشي مع حاجه ثانيه صح. طب لما قاله لك يبقى معنى كده قلل لك السوليبيتي، يبقى معنى كده جات لك ايه؟ تيتانيا صح. طيب الصوت انا بلف الصوت السلام، معنى كده الابزوربشن برضه ايه؟ قل. يبقى التوتال كالسيوم هو ليه؟ لان اوريدي هو ركب مع حاجه، بس هو ركب مع مين؟ هو دي الفكره، ركب مع الالكالاين، يبقى دي حاجه وحشه، هيجيب لك تيتانيا، لان عندك سفشنس في الايونايزد، فدي هيجي لك اللهم صل على النبي التيتانيا عشان الايونايزد فورم بتاع الكالسيوم ايه؟ قل. الاسيدوزس بقى العكس، الاسيدوزس دوت بيبقى فيفر الايونايزد، يزود لك نسبه الايونايزد كالسيوم، فيزود لك ان هو يروح يمسك مع البروتين فيحببك، فكان بالظبط بينشط الايه؟ بينشط السياح. يبقى الاسيدوزس حلو، اما الاكروزس وحش تماما. بس هنا النورمال كالسيوم ليفل نورمال، هنا كان العكس، النورمال كالسيوم ليفل هي اللي قل، ولكن الايونايزد فورمد نورمال هي الايه؟ النورمال. اوكي اوكي بعد كده عندي حاجه اسمها هايبر كالسيوم. يعني ايه هايبر كالسيوم؟ يعني عندي زياده في الكالسيومز، يعني زياده في الكالسيوم يعني نسبه الكالسيوم في البلط زادت اكتر من كام؟ 11 مللي جرام بير دي سي لتر، زي ما احنا لسه قايلين. ذا ميجر كوز اوف ذيس، طبعا لما تكون زياده يبقى معنى كده ببساطه نفس ما عندك ايه؟ عندك باراثيرويد هرمون كتير، هايبر باراثيرويد هرمون بيطلع كتير فعمال يسحب لك البوند فيزود لك الاوستيو كلاست، سوري كلاست، فعمال يكسر لك، او عندك هايبوثيرويد هرمون اللي هو ببساطه انا بلف السلام هيزود لك يقلل لك اسفل اللي هو الكالسوتينين، والكالسوتينين ده كان بيقلل لك
نسبة الكالسيوم في الدم، فلذلك هتلاقي نسبة الكالسيوم في الدم بقت ايه زيادة. او عندك هايبر سلطة نبات الاجسام، هايبر فيتامين دي، هايبر فيتامينوزيس دي، يعني عندك زيادة في فيتامين دي اللي هو رئيس السوائل، هيحفز الالبومين فيزود لك النقل فيزود لك الكالسيوم في الدم. طب العكس بقى الهايبو يبقى اكيد بيولوجيك، العكس دي بتبقى اقل من كام؟ احنا قلنا من 9 ل 11، هي بقى بتكون ايه 8، اقل من 8.8 مللي جرام بير دي سي لتر، دي بتبقى هايبوكاليميا نتيجة ايه؟ بتكون اقل من الحوارات ديت ماشي. وعندي مايلد تيومر، ممكن يكون في تيومر، لو عندي إيه؟ لو هي لور زان كذا يبقى دي هيديني تيتينيا، لان التيتينيا دي مهمة جدا، ليها علاقة بالعضلات الفانكشنز بتاعت المسلز وهكذا. ميجر كوز انكلودنج نتيجة ايه بقى؟ نقص البار ثايرويد هرمون، او زيادة الثايرويد هرمون اهي، زيادة الثايرويد هرمون، الرينال فيلرز ما احنا اتفقنا برضه بتقلل لك الكالسيوم في الدم، يعني بتطلع لك كالسيوم كتير في اليورين، او نقص فيتامين دي، او لور البروتين اللي انت عمال تنقل فيها، او نتيجه ان انت شلت الباراثايرويد جلاند خالص، فمعنى كده هيكون عندك نقص الباراثايرويد هرمون. خلاص كده احنا ايه بالظبط، انا بس فهمنا ايه الحاجات اللي بتعمل لي ريجوليشن للكالسيوم، وعرفنا يعني ايه هايبو كالسيميا وايه وهايبر كالسيميا. طب ازاي بيحصل له اكسكريشن للكالسيوم دوت؟ قال لي بالظبط انا بلف سلام، انت عندك ايه، مش احنا قلنا في البدايه خالص ان بيحصل لي 30% بيحصل لهم ري ابزوربشن، فاكر الكلمه اللي قلت لك ديت، 30% بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم امتصاص. حلو جدا، طيب يبقى معنى كده 70%، 70% بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم ان ابزوربن، ما بيحصل لهمش امتصاص وبيطلعوا، يبقى 70% بالظبط انا بلف سلام اهي 70% ان ابزوربن كالسيوم. جميل جدا جدا جدا. طيب التقسيم في المية دول، التقسيم في المية اللي عندك دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن 20 ابزوربت خلاص، وعشرة في المية بيطلعوا من الايه؟ من الجاستريك جوز. مش احنا اتفقنا ان الكالسيوم او المينرال عامة فيها شوية بيطلعوا في الكدني والحاجات ديت، وبقى بشوية بقى بيطلعوا في الدايجيشن جوز والسويت ومش عارفة البايل سولت والحاجات دي، هو بقى من ضمنهم 10% من ال 30 دول بالظبط انا بلف سلام بيحصل لهم ان هم يروحوا فين؟ في الجاستريك جوز. يبقى معنى كده انت عندك اكسكريتري قد ايه؟ 80%، ال 10% اللي طلعوا اصلا من ال 30% اللي كانوا حصل لهم ايه ابزوربت، حصل لهم ابزوربشن، و 70% اللي هي اصلا ما حصل مش اي امتصاص خالص. صح صح. طيب بالصفه انا بلف دوس سام، ال 20% عندك 20% بقى اللي هم اللي باقيين، ال 20% اللي باقيين عندك دول هيحصل لهم يطلعوا في الايه؟ في اليورين. انا عارفه ان انت مش فاهم حاجه، بص يا سيدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انت دلوقتي عندك 100% كالسيوم صح؟ عندك دلوقتي هنقسمه لحاجتين، 30% حصل لهم ابزوربشن، و70% حصل لهم ايه؟ ان ابزوربشن ماشي. ان ابزوربشن طلع عن طريق ايه؟ الكدني، وخلصنا منه. جميل. طيب ببساطه انا بلف ببساطه سهله، ال 30% دول عملوا الوظيفه بتاعتهم ومحتاجين يتجددوا، ما هو كل شويه بيحصل لهم تجديد وعايزين نطلعهم، هم احنا خلاص خدنا الاكتيفيتي بتاعتهم نرميهم بقى، هنرميهم ازاي؟ قال لي 10% هيطلعوا من الدايجيشن، الدايجيشن جوس، و20% هيطلعوا من الايه؟ من اليورين. يبقى انت معنى كده ده التوتال بتاعك خلاص، يبقى احنا دي كده ايه فهمناها الحمد لله. طب الدايلي ريكويرمنت بتاعت الادلت كام؟ 500 مللي جرام، عشان كده انت تملي محتاج تاخد 500 مللي جرام بير داي. ليه؟ لان هما بيحصل لهم اكسكريشن كتير زي ما انت شايف، او مش عارفه 70 و30 والحوارات دي كلها. طيب ده بالنسبه لايه؟ والشايلد بيبقى 120، شايف 1020 1200 سوري مللي جرام بير داي، ولو طبعا بتزيد اكتر في ديورنج البريجننسي واللاكتيشن بتحتاج نسبه عاليه جدا. طبعا اكتر من 20 50 في العمر يعني بيحتاج برضه نسبة عالية عشان يمنع لك الايه الهشاشة بتاعت العظام والحاجات ديت، فبنحتاج برضه ناخد فيتامين دي سبلمنت. جميل جميل كده احنا خلصنا الكالسيوم بكل حاجة، ده بص يعتبر اكبر واحد وارقم واحد واخدت واحد، مش عارفة هنقدر نخلص باقي الميجور ايمنت النهاردة ولا لا، بس لو ما خلصناهمش هنعمل لهم فيديو ونكمل عليهم بإذن الرحمن، بس نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الفوسفورس. ايه هو الفوسفورس دوت؟ اتفقنا على العدو اللدود للايه؟ للكالسيوم. طب يبقى دوت ان اديشن تو ذا سورس اوف كالسيوم، ده برضه بيكون موجود فين؟ موجود بقى في اللحمه. طب ايه من اكتر حاجه فيها الفوسفورس؟ لو انت قلت يبقى انت برافو عليك، السمك. ماما تقول لك ايه؟ كل سمك ده مليان فوسفات، مليان فوسفورس، مليان مش عارفه ايه، هي الحاجات ديت موجود في القلب والفيش والحاجات ديت، بيبقى عباره عن فيه فوسفورس، وموجود في الميلك والحاجات ديت. اوكي اوكي برضه بيكون موجود في الفوسفوبروتين زي الكازين اللي موجود في الميلك والايجيولوجيك والحوارات دي كلها، وفوسفولابيد زي الان اورجانيك فوسفات والحاجات دي. الابزوربشن بتاعته كام؟ ركز، 70%. يبقى معنى كده 30% هيحصل لهم اكسكريشن، و70% دول هيحصل لهم ايه؟ ده بقى اللي احنا هنعرفه دلوقتي باذن الله بعدين في اخر حاجه في الاخر زي ايه كالسيوم. وفي الفود ار ابسوربد 70% بيحصل لهم ايه؟ ابسوربد الاكسس كالسيوم. احنا اتفقنا خلاص الريشيو ما بين الكالسيوم والفوسفوس خدناها في الكالسيوم اللي هي لازم تبقى 2 ل1 او 1 ل2. طب لو عندي اكسس كتير هيقلل لي نعمله الابسوربشن بتاع الايه؟ الفوسفات. ليه؟ عشان هيحصل لي بي بي تي من الكالسيوم فوسفات في الشكل دوت، وساعتها دي بالصوت انا بنفسها هيساعد لي ان انا اعمل ابسوربشن للكالسيوم كتير، ويقلل لي الابسوربشن بتاع الايه؟ بتاع الفوسفات.
اتفقنا؟ يبقى ببساطة أنا بلاقي في ده سلام، الناس بيغش يوتيوب من الواحد. طب لو عندي نسبة كتيرة هيقلل لي الأبسوربشن بتاع الفوسفيت. ليه؟ لأن لو أنا عندي فوسفيت كتير مع كالسيوم كتير هيحصل لي بي بي تي من الكالسيوم فوسفيت اللي عندي دوت، أوكي؟ وطبعا زي ما احنا خدنا فيه شوية عوامل بتأثر على الكالسيوم، واحنا اتفقنا الكالسيوم عدو اللدود لمين؟ للفوسفات خلاص؟ طيب ببساطة أنا بلاقي في سمي، بمعنى كده هتلاقي في عوامل كانت بتأثر على الكالسيوم، مثلا أنها تزودها هتلاقيها بتقللها في الفوسفات أو العكس أو أيا كان. زي مين بقى؟ قال لي زي ببساطة أنا بلاقي في دوس السمي بقى ليها سكندري هيلب في الأبسوربشن بتاع الفوسفات، زي فيتامين دي بيزود لي الإنكريز بتاع الفوسفات، يبقى فيتامين دي بيزود لي الإنكريز بتاع الكالسيوم والفوسفات الاتنين مع بعض. البيست ريشيو اتفقنا خلاص اللي هي ببساطة أنا بلاقي في سمي من 2 تو 1 أو 1 تو 2. طيب ده بالنسبه لمين؟ للكالسيوم، ده بالنسبه لل والان اورجانيك فوسفيت. يبقى ببساطه انا بلاقي السام دي اكتر ماكسيمم، يعني انت ما تقدرش تطلع اكتر من كده، يعني انت اخرك يا اما 1 ل 2 يا اما 2 ل 1 يا اما 1 ل 1، دي اكتر حاجه تقدر توصل لها. بس دي 1 ل 1 دي لمين؟ للايه؟ للان اورجانيك فوسفيت، للان اورجانيك فوسفيت مش الاورجانيك في ايه؟ فوسفيت. طيب الديستريبيوشنز، الديستريبيوشنز التوزيع بتاعتي عباره عن ايه؟ يقول لك التوتال بتاعتك عباره عن 0.8 جرام، اما الثانيه كانت عباره عن كام يا ربي؟ كان 1.3 تقريبا او 1.2 جرام، مش متذكره قوي، اوكي؟ 1.2 كيلو جرام. 80% منهم بيكون موجودين في الايه؟ في السكيلتون. واتفقنا خلاص ان السولت بيكون موجوده في السكيلتون زي الكالسيوم اسمها ابيتيتيف سولت، والابيتيتيف سولت دي عباره عن ايه؟ عباره عن ببساطه لا بس عباره عن حاجتين، يا اما كالسيوم فوسفيت يا اما كالسيوم هيدروكسيد او كالسيوم كربونيت، وبتبقى 3 مول من الكالسيوم فوسفيت مع 1 مول من الكالسيوم كربونيت او الكالسيوم هيدروكسيد. ده يبقى عندي كده 80% موجوده في البتاع، و20% موجوده بقى في الاذر تيشو والاذر بلويد فلويد وفي الاورجانيك والان اورجانيك ايه؟ فوسفيت. اول حاجه البلاد فوسفيت، البلاد فوسفيت عباره عن ايه؟ عباره عن، يبقى احنا دلوقتي قسمنا الفوسفيت كله عامة اللي موجود عندي 80% موجودة في البوند و20% موجودة في الأذر أورجان. ال 20% دي جينا قسمناها لحاجتين، يا إما موجودة في البلاد ذات نفسها اللي هي الأر بي سي، الأر بي سي، يا إما موجودة في الإيه؟ في البلازما، يا إما موجودة في مين؟ في البلازما. ببساطة أنا بلف سام، نيجي نشوف. طبعا قلنا اللي هتكون في الأر بي سي أكتر بكتير، أكتر في الكتير. عايزاك تحطها حلقة في ودنك، المغنيسيوم والبوتاسيوم والفوسفيت دول انترا سيلولار. يعني ايه انترا سيلولار؟ يعني بيحبوا الخلايا من جوه، يعينوا جوه الخلايا، فلذلك هتلاقيه موجود في الار بي سي كتير. اما الصوديوم والكلورايد اللهم صل عليك نفس الكالسيومز دول اكسترا سيلولار. يعني ايه اكسترا سيلولار؟ يعني بيحبوا يكونوا موجود في البلازما اكتر ما يكونوا موجودين في الايه؟ في الار بي سي او السيل او ذات نفسها. خلاص، يبقى في الار بي سي ديت بتبقى فوسفات كتيره جدا، اكتر بيكون في الاورجانيك فوسفات اكتر زي الاكزامبل ديت، وليتي كميه صغنططه خالص 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 من الان اورجانيك فوسفات زي البوتاسيوم فوسفات دوت والحاجات ديت في الار بي سي كونتين نو كالسيوم. طبعا الفوسفات الار بي سي ما بيكونش فيها ولا واحده كالسيوميه خالص، ما فيهاش ولا ايه كالسيوم خالص. طيب البلازما ديت عباره عن ايه ببساطه؟ انا بلف سام، بتبقى عباره عن اورجانيك برضه وان اورجانيك. الاورجانيك بتبقى زي الفوسفوليبيد، وهي عباره عن ان اورجانيك اللي هو عباره من 3 ل 4 مللي جرام، وتبقى في الشكل بتاع الصوديوم فوسفيت. اما في البلازما في الار بي سي بتبقى فيها ايه؟ كالسيوم بوتاسيوم. بوتاسيوم يبقى بوتاسيوم افتكر كده بيحب الخلايا من جوه، الصوديوم بيحب الخلايا من بره وبيطلع بره الخلايا ويمشي في الشوارع. ما هو صح. يبقى الفاكتور بتاثر عندي على البلازما ان اورجانيك فوسفيت، ان اورجانيك فوسفيت. يبقى انت عايز دلوقتي تشوف الحاجات اللي بتاثر عندي على البلازما، كميه الفوسفيت الموجوده في البلازما عندك، ولكن هي ايه؟ ان اورجانيك. ان اورجانيك ايه؟ فوسفيت. اول حاجه الباراثايرويد هرمون، بيولوجيك كده بايلوثايرويد هرمون اتفقنا اللي هو بيزود لك نسبه الكالسيوم، والكالسيوم عدو اللدود للفوسفيت، فيقوم يعمل لك ايه؟ بيولوجيك كده، يبقى هيزود هيقلل لك نسبه الفوسفات في الايه؟ في الدم. يبقى الباراثايرويد هرمون ديكريز البلازما فوسفيت باي انهبيتنج ذا رينال ري ابسوربشن اند هيلبنج اكسكريشن انيور. باراثايرويد هرمون يروح للكدني يطلعي انا مش عايزه، انا مش طايقه، انا مش عايز خالص، انا عايز بس الايه؟ الكالسيوم. فبيقلل لك نسبه الفوسفات بالصوت انا بنفسها في الايه؟ في البلوت، ويزودها لك في اليور. فيتامين دي ده الحاجه الوحيده اللي بيعملهم الاثنين مع بعض، ده ستيموليت الرينال ري ابزوربشن، بيزود لك الرينال ري ابزوربشن بتاع الفوسفات، سو ديكريز ان اكسكريشن، سو هيزود الايه؟ البلازما فوسفات ليفل، هيزود لك نسبه الفوسفات. يبقى الفيتامين دي الوحيد اللي عدلان اللي بيحب الاثنين زي بعض، فيروح يشد لك الاثنين سواء كان كالسيوم او فوسفات. طيب ببساطه انا بعرف ده صوت سام، هل هو بقى يعني ممكن يجي لك سؤال يقول لك الفيتامين دي بيشتغل بيزود لك اللي ماشي اوكي، بيزود لك الكالسيوم بيزود لك الفوسفات بالدم، بس بطريقتين مختلفين، اذكر لي هم ايه الطريقتين. لو انت قلت لي ان هما نفس الطريقتين او يجي لك صح وغلط او اي سؤال بمعنى المعنى دوت، يبقى انت مش فاهم حاجه. لازم تقول لي ان هما بطريقتين مختلفين. ليه؟ هنا الفيتامين دي بيروح للرينال في الفوسفات، بيروح للرينال ويقول لها وقفي وقفي اكسكريشن البوتاسيوم سوري الفوسفات بالصوت نفسها، واعملي لي ري ابزوربشن كتير، فبيعمل لي رينال تيوبولار ري ابزوربشن، يعني زودي ري ابزوربشن بتاع الفوسفات فتزودي نسبه الفوسفات. اما كان في الكالسيوم كان بيعمل لك ايه؟ يروح يحفز رئيس، ده كان رئيس السوائل، يروح يحفز لك مين؟ يحفز
بيحفز لك السوائل نفسهم اللي هو الكارير بروتين عشان ينقل لك كالسيوم كتير فيزود لك ري ابزوربشن. اتفقنا؟ يبقى دول طريقتين ايه مختلفين تماما. وبقول لك ده اللي الفيتامين دي بيبقى عكس الاكشن بتاع الباراثايرويد هرمون. لذلك بالصلاه النبي عليه الصلاه والسلام البلازما ان اورجانيك فوسفيت ديكريز ان راكتس. يعني ايه؟ بيقول لك مستوى الفوسفات اللي هو الان اورجانيك في الناس اللي عندها كساح او الاطفال اللي الحمد لله زعفنات اللي عندها كساح او راكتس بتقل. ليه؟ لان اكيد الباراثايرويد هرمون هيكون زياده، فالباراثايرويد هرمون يروح يرجع الايه الفوسفات للبوند ويعمل لي اكسكريشن ليه كتير بالكدني فيقلل لك النسبه بتاعتي. بعد كده ثالث حاجه عندي بتاثر عندي على نسبه الفوسفات في الدم هي الرينال فانكشنز، الوظيفه بتاعت الرينال. والله عندي رينال فيلر، هتلاقي البلازما اورجانيك ليفل بدا يزيد عشان هي كانت بتطلع بالعكس دي تو فيلر اوف اكسكريشن، مش عارفه تعمل له اكسكريشن. ودي احنا ايه قلناها ذا موست بروبر كوزنج اوف الهايبوفوسفوديميا. ايه الحاجات اللي بتديني فوسفوديميا؟ ايميا دي يعني بلط، وهايبو يعني ديكريز الفوسفات في الدم. دي بالسطر زي عندك زياده هايبر في الباراثايرويد هرمون، او عندك نقص في بتاع دوت في الفيتامين دي، او عندك زياده في اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم في الهايبو، عندك سوري هايبو باراثايرويد هرمون ورينال ايه انسفيشنت، ده برضو بيقلل لك الايه بيقلل لك سوري دلوقتي بالسلطه النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقلل لك الفوسفات في الدم هي الهايبر باراثايرويد هرمون. عندك باراثايرويد هرمون كتير، طب اللي زود لك الفوسفات في الدم اكيد هيبقى انت عندك نقص في الباراثايرويد هرمون وعندك رينال انسفيشنت، يعني عندك رينال فيلر او اي فانكشنز في الكدني مش مظبطه. ايه الفانكشنز اصلا بتاعت الفوسفات؟ بيخش في الايه الفورميشن بتاع السكيلتون. بيولوجيك قلنا 80% اصلا بيتخزنوا في الايه في البوند، فبيولوجيك هيحصل لهم ايه بالسلطه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى بيخش في الفورميشن بتاع السكيلتون، برضه بيخش في الفورميشن بتاع البفر، واحنا خدناه في الشابتر بتاع الاسيد بيز ايه بفر. تالت حاجه عندي بيخش برضه في الفورميشن بتاع الهيكسون، هيكسوز او بنتوز او الترايوز فوسفيت، ده كل ده عباره عن حاجات بتخش في التصنيع بتاعها المهمه جدا في عمليه الكربوهيدرات بالظبط انا برسم الكربوهيدرات ميتابوليزم، تكسير الكربوهيدرات اللي هتاخدوه ان شاء الله في السمستر اللي جاي في بايوكيمستري 2. بعد كده بيخش كمان في ايه؟ بيخش طبعا في تصنيع الدي ان ايه، بيخش تصنيع في بعض الانزيم بيعمل لك فورميشن الفوسفوبروتين، كل الحاجات دي مهمه جدا الريجليشن بتاعت الايه الانزيم والحاجات ديت والجلايكوجين والحاجات دي. بيخش في النيوكليوتايد، بيخش تصنيع البروتين، بيخش في الميني كو انزيم زي الناد والفاد والحوارات دي كلها. بيخش هو عباره عن هاي انرجي فوسفيت ليه عن طريق هو بيخش في الاي تي بي، واحنا عارفين الاي تي بي عباره عن فوسفيت وهنتكلم عليه ان شاء الله باذن الله الشابتر الجاي بالتفصيل ازاي بيحصل وهكذا. كل الحاجات دي مهمه جدا في تصنيع الايه او دي اهميه الايه الفوسفيت عندي. الاكسكريشن تاني بره حصل لي على النبي عليه الصلاه والسلام، احنا قلنا بيحصل له امتصاص من نسبه كام؟ 70%. بص نعملها 100% كده، بيحصل له امتصاص كام؟ 70%. اتبقى لي 30%، 30% ايه؟ ان ابزوربت. طيب بالظبط انا بفهم ال 70% دي منهم 10% بيروحوا في الجاستريك، جميل، يحصل لهم ايه؟ جاستريك ابزوربشن. طب و 60% منهم بيطلعوا في الايه؟ في اليورين. يبقى ايه؟ 60% راحوا في الاي يورين، اللي هم 70% اللي حصل لهم ابسوربشن عباره عن 10% راحوا في اللهم صل عليك وسلم في الجاستريك، و 60% راحوا في الايه في اليورين. بعد كده عندي الايه عندي الدايمت الدايلي ريكورنت عايز 500 ايه 500 مللي جرام بير داي، ده اللي انت محتاجه. بعد كده المينرال اللي بعد كده المغنيسيوم. المغنيسيوم الام جي موجود فين؟ ليفر كدني هيلث ميت، كل الحوارات دي موجوده عندي فيها، وده مهم جدا للجيومز. بعض الحاجات موجوده في المغنيسيوم، المغنيسيوم برضه مهم جدا في البوند وهكذا. كام في الميه بيحصل له انديجيشن، بيحصل له هضم وبيحصل له ابزوربشن؟ ده فين؟ 40% بس. يبقى انت الكالسيوم 30، الفوسفوس ده ايه 70، المغنيسيوم 40، خلاص كده 30 70 40. طب هو بيحصل له ابزوربشن فين؟ هناك في الكالسيوم، كان هيحصل له في السمول انتستينال في الديودينم، هنا بيحصل له في الابر سمول انتستينال في الايه ابر سمول انتستينال 40%. الابزوربشن از افكتد باي ميني فاكتور، ايه بقى الفاكتور بتاثر لي على الابزوربشن بتاع المغنيسيوم؟ بالصلاه على النبي عليه السلام، طبعا كميه المغنيسيوم انت واخدها، انت واخد كميه قد ايه؟ واخد كميه كتيره ولا زياده ولا ايه؟ ايه الاخبار اللي عندك وهكذا. طبعا كميه الكالسيوم كمان، طب ليه بالصلاه على النبي عليه السلام؟ قال لك الكالسيوم بيحصل له كومبيت ويز المغنيسيوم فور ابزوربشن. يعني ايه؟ كالسيوم عارف فكرة ايه؟ انت واحد من دفعتك، انت وحد من دفعتك بالتمالي بيكون عندك كومبيتيشن بينك وبينه، ان انت مثلا تطلع الاول مش عارفه ايه، تجتهد تجيب درجات اعلى والحوارات دي كلها، ماشي؟ ده انت في نفس الدفعه، فتملي نفس الحاجتين الكالسيوم والمغنيسيوم في نفس الحاجه. طب انت واحد واكبر منك؟ لا طبعا عادي مش هيكون فارق معاك، لان هو اصلا انت في دفعه وهو في دفعه، مش هيكون ما بينكم كومبيتيشن
قوي. نفس الفكره بالظبط، الكالسيوم والمغنيسيوم هم متقاربين جدا لبعض، فلذلك بيعملوا كومبيتيشن مع بعض ان هم يحصل لهم ري ابزوربشن. فيتامين تي دي برضه بيأثر عندي، بيأثر لي على الابزوربشن بتاع المغنيسيوم بات تو ليسر اكستنت ويز ايه ذان كالسيوم. طبعا يعني ايه؟ يعني هو بيأثر لي اه على الابزوربشن بتاع المغنيسيوم، ولكن مش بدرجه التأثير على الكالسيوم. يعني هو بيأثر على الكالسيوم اكتر من الايه؟ من المغنيسيوم. الباراثيرويد هرمون بيساعد في الابزوربشن بتاع المغنيسيوم فروم الانتستينال برضه، بس ايه؟ بيأثر على الكالسيوم اكتر. يبقى ببساطه انا بقى الباراثيرويد هرمون بيعمل امتصاص للمغنيسيوم منين؟ من الانتستينال، ولكن بي اكستند اقل شويه من الكالسيوم. يعني الكالسيوم هو الاساس والباقي شنط وكياس بمعنى اصح. السوليبيليتي بتاعه المغنيسيوم طبعا كل ما السوليبيليتي تزيد كل معنى كده اللي هو بيزود لي ايه بالظبط؟ انا بسمي الابسوربشن. طب لو انا قللت السوليبيليتي طبعا الحاجات ديت ايه بقى بالظبط؟ انا بسمي زي هاي بي اتش، يعني عندي الكالوزيس، فمثلا عندك اوكزاليت كتير، عندك فوسفيت، عندك فوليك اسيد ان ابسوربد، كل الحاجات دي بتزود لك بتقلل لك السوليبيليتي فبتقلل لك الابسوربشن. يبقى معنى كده السوليبيليتي بتاثر عندي، كل ما السوليبيليتي تزيد كل ما الابسوربشن يزيد. طب انا قللت السوليبيليتي في كل الفاكتور اللي عندك ديت زي الكالسيوم بالظبط، هيقلل لك الابسوربشنز. طيب الديستريبيوشنز عندك 21 جرام من المغنيسيوم في التوتال بودي ويت بتاعك، 70% منهم بيكون في السكيلتون و30% موجوده في الاوزرز في التشيو وهكذا. الثانيه كانت 80 و20، الاولانيه خالص كانت بالظبط انا بنفس 99% و1% بس، هنا بقى لا 70 و30 ماشي. ال 30% ديت بتبقى عباره عن كنترولد اوف مغنيسيوم موجوده في الماسلز سيل، بقى عباره عن 10 تايمز ان الان بلاد بلازما. يعني قال لك ال 30% اللي موجوده فيها في بتستنكح كده بعيد عن البونت دي بالظبط انا بنفس بيكون من 10 اضعاف موجوده في الماسلز اكتر من البلاد بلازما. يعني كميه المغنيسيوم في الماسلز سيل ذات نفسها اكتر كتير في البلازما. زي الفوسفات كان موجود فين؟ في الار بي سي اكتر بكتير جدا من الايه بالسلطه نفسها اكتر من البلازما. بيقول لك البلاد مغنيسيوم الكنج بتاعه بيبقى كام لكام؟ بيبقى 2.2 لي زائد او ناقص يعني 0.5 ملي جرام بير دي سي لتر. about 80% من البلازما از ديفيوز، يعني 80% من البلازما اللي موجوده عندك اللي هي اصلا ببساطه انا بنفس السلام بتبقى ايونايزد، و20% از نون ديفيزبل. ليه؟ لانها ماسكه بروتين زي الكالسيوم بالظبط، اي حاجه بتمسك في بروتين قلبوزه وتخينه مش بتقدر تتحرك. يبقى انت عندك 80%، يعني واحد يقول لي ازاي 80% وانت لسه قايل البلازما بيكون فيها كميه قليله قوي، يعني بيبقى 30%. هقول لك لا، ما هي 80% من نسبه ال 30% اللي موجوده عندك. يعني مثلا صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، انت عندك 100 جرام ماشي من المغنيسيوم في جسمك، مثلا 70% 70 جرام منهم في البلاد في البون، و30% منهم من الايه موجوده بالسطر مثلا 30 جرام سوري في البلاد. ال 30 جرام اللي في البلاد ديت لقيناهم عباره عن ايه؟ نضرب 30 في 30 جرام في 80% هيطلع لك رقم، نقول مثلا كام؟ نقول مثلا نقول ايه يا ربي بالسطر سام؟ نقول 25 جرام. انا مش عارفه صح ولا غلط عشان ايه مش عارفه احسبها دلوقتي. نقول مثلا 25 وهنا 5 في ايه جرام. قال لك 25 جرام ديت بتكون ايه؟ بتكون موجوده بالسطر سام لوحدها ايونايزد زي الكالسيوم كده، و5 جرام دي بتكون ماسكه في البروتين. اتمنى تكون ايه وضحت واتفهمت باذن الله. بقول لك على عكس الكالسيوم كونسنتريشن اوف المغنيسيوم ان الار بي سي از اباوت 2-3% اكتر من البلازما. يعني الكالسيوم ما كانش اصلا بيكون ولا نقطه كالسيوميه جوه الار بي سي هي، اما الفوسفوس لا بيكون البلازما الكالسيوم الار بي سي بيكون فيها فوسفوس كتير. نفس الفكره بالظبط، المغنيسيوم بيبقى فيه نسبه المغنيسيوم اكتر في الار بي سي عن الايه البلاد بلازما. طب ايه بقى الفاكتور اللي بتاثر عندي بالصوت انا بنفسي على المغنيسيوم ليفل الموجود عندك؟ الالدستيرون، الباراثيرويد هرمون، اند رينال فانكشنز. الالدستيرون احنا عارفين الالدستيرون ده ايه بقى بالصوت انا بنفسي، الهرمون اللي بيطلع من الايه من الكورتكس بتاعت الكيدني صح. طيب الالدستيرون ده كان بيتحكم لك في المينرال اللي موجوده عندك، وبيحكم لك في البلاد بروجر، وبيحجب لك الحاجات ديت. قال لك ات ديكريز، لما الالدستيرون يزيد هيقلل لك البلازما ليفل بتاع المغنيسيوم عن طريق اللي هو بيستطع مثلا بيعمل لك رينال كليرانس. يعني ايه؟ يعني الالدستيرون لما يزيد بيروح يطلع لك المغنيسيوم بره الجسم كتير في اليورين، فيقلل لك نسبه المغنيسيوم جوه الدم. يبقى الالدستيرون بيقلل لك نسبه المغنيسيوم في الدم. ليه؟ لان بيعمل لك كانك بينضف لك الكدني بمعنى اصح، فبيستطع نفسه بيطلع لك المغنيسيوم كتير بره الايه؟ بره في اليورين. اللهم صل عليك يا نبي افضل الصلاه والسلام. الباراثيرويد هرمون ده بيعمل لك متابلايزنج للمغنيسيوم فروم البوند سو انكريزنج بلازما ميمبرين. يعني ايه؟ يعني بياخد المغنيسيوم اللي موجود في البوند ويطلعها في البلاد، فمعنى كده بيزود لك المغنيسيوم في الدم. رينال فانكشنز، رينال فيلر، لو انت عندك رينال فيلر ديو تو ليدز تو انكريزنج بلازما مغنيسيوم ليفل تو ديو تو فيل اوف اكسكريشن. معنى كده ان الرينال او الكيدني وظيفتها انها بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك اكسكريشن للفوسفات، وبتعمل لك اكسكريشن للمغنيسيوم، وبتعمل لك ري ابزوربشن لمين بالظبط انا بلبسهم؟ للكالسيوم. طب لو انت عندك دلوقتي فشل الكلى اعكس بقى، هتلاقي نسبه الكالسيوم اللي في الدم
قلت لانها طلعت كتيره، هي عملت عكس الوظيفه بتاعتها، وتلاقي نسبه الفوسفوس او الفوسفات والمغنيسيوم في الدم زادت قوي. ليه؟ لان هي مش عارفه تتخلص منهم، فبقيت جوه الجسم عندك كتيره جدا. اتفقنا؟ طيب بيقول لك the most probably probable cause of the hyper، الحاجات بقى زود لك الهايبر مغنيسيا مغنيسيوم مغنيسيميا ديت، يعني نسبه المغنيسيوم في الدم كتيره، عندك renal insufficiency زي ما احنا لسه قايلين، وبرده بالسلطه نفسها من الحاجات اللي بتزود بتقلل لك نسبه المغنيسيوم في الدم نتيجه ايه؟ الهايبر الدستيرونيميا، عشان هو بيطلع يعمل لك يطلع لك المغنيسيوم يطرده لك في اليورين ويخلوه ويقلله لك في البلط. وبعد كده برده عندي بالسلطه نفسها از الدياريه، لو عندك دياريه كتير برولونج دياريه معنى كده بالسطر الرسمي هيكون عندك نقص في المغنيسيوم عندك في الدم. المغنيسيوم ليد تندس تو موف ان اند اوت اوف ذا بوند ويز كالسيوم، طبعا مع الكالسيوم تتحرك من البوند سواء داخل او خارجه اوف ذا سيل برضه ويز البوتاسيوم، يبقى هي بالسطر الرسمي مع البوند بتتحرك مع مع الكالسيوم داخل او خارجه ماشي. طب مع السيل لو هي داخله او خارجه مين؟ البون. طب لو هي رايحه للسيل الخليه ذات نفسها تتحرك مع البوتاسيوم، مع الايه؟ مع البوتاسيوم. سو لو انت عندك نقص في كميه المغنيسيوم في الدم هيكون عندك نقص في الايه؟ في الكالسيوم ماشي، عندك نقص في الكالسيوم. كالسيوم this is may occur in hypoparathyroid hormone. ليه؟ لان الباراثيرويد هرمون لما يكون عندك نقص في النوع يبقى انت عندك نقص في الكالسيوم، معنى كده انت عندك نقص في المغنيسيوم عندي. او البارا ثايرويد الكوتوميا، يعني انت عندك قطعه البارا ثايرويد ايه جلاند. عندك الهايبومغنيسيوم لو انت عندك بقى نقص في المغنيسيوم تو كيو ويز الهايبوكالسيميا كاليميا. ليه؟ لان بالصوت انا بلاقي الصوت السلام لو انت عندك نقص في المغنيسيوم هيكون عندك نقص في البوتاسيوم. طب السبب في كده الايه؟ مش احنا قلنا ان المغنيسيوم والكالسيوم مرتبطين مع بعض في جوه الخليه، اهي جوه الخليه ان اند اوت مع المغنيسيوم مع الكالسيوم. طب انت دلوقتي عندك نقص في البوتاسيوم مش هتقدر تتحرك، يبقى انت كده عندك برضه نقص في الايه؟ في البوتاسيوم، يبقى انت عندك هايبوكاليميا. هايبوكاليميا during diuretic therapy or primary hyperaldosterone. زي ايه؟ لو انت عندك الالدوسترون بيطلع كتير فبيطلع لك مغنيسيوم كتير قوي بره الجسم، معنى كده البوتاسيوم مش لاقي حاجه يطلع معاه فيقوم طالع مع المغنيسيوم بره في اليورين، معنى كده بالسلطه نفسها بيجي لك هايبوكاليميا. يبقى بدل ما يكون عندك ده واحد يكون عندك ده ايه؟ اوكي. ايه اصلا الفانكشنز بتاعه المغنيسيوم؟ اتفقنا خلاص اللي هو بيخش فيه الفورميشن بتاع الايه بتاع السكيلتون ماشي. مهم جدا جدا للكونتراكشن بتاع الماسلز، عرفنا كمان اللي هو بالهايبر مغنيسيوم، يعني يكون عندك مغنيسيوم كتير هيديك ماسلز ويكنس، وبالصوت نفسها الباراليسيس هيديلك لا قدر الله اللي هو الشلل الرعاش ماشي، او الشلل عامه اللي هو مش عارف تحرك كويس، يعني الحاجه بتزيد عن حدها بتقلب لايه؟ للضغط. وش كان بي اكنول باي كالسيوم، ده ممكن نقلل نعالج الحاله ديت عن طريق احنا نديله ايه؟ كالسيوم سبلمنت. It is important for transport of nervous impulse، مهمه جدا نقل الايه؟ الامبولس بتاعت الايه؟ نيرف. مهمه جدا بالصوت نفسها لو انت عندك هايبر مغنيسيوم برضو كتير هيديك انستيك ان اكشنز ويتش كان بي اونايز باي كالسيوم، يبقى انت لو انت عندك زياده من المغنيسيوم ممكن لا قدر الله تدي لك شلل او بتاع دوت رعشه او تديك اسمها ايه دي بالصوت نفسها ويكنس في الماسلز، كل الحاجات دي بتعالجها في الكالسيوم ان انت تديله كالسيوم عشان ايه؟ تقلل كميه المغنيسيوم الموجود عندك عشان هو بتردو. وبرضو عندك لو انت عندك انستيك ديت دي يعني تخدير، لو انت لما يكون عندك مغنيسيوم كتير هيكون عندك تخدير، رغم انها بتساعد في نقل النيرف امبلس ولكن هتؤدي للتخدير، معنى كده تعالجها ازاي؟ اللي انت بالصوت انا بلد السلام اللي انت تدي لها كالسيوم. طب ايه برضه بيعمل لك اكتيفيشن لميني انزايم اللي محتاجه الاي تي بي زي مثلا الالكاينيز والحاجات ديت برضه بتساعد في الاكتيفيشن بتاعتها. طب الاكسكريشن ازاي؟ بالصوت انا بلد السلام بيقول لك الاكسكريشن عندي 70% از اكسكريتوري ان ذا ستول، عندي 70% منه بيطلع في الاستول، مش احنا اتفقنا اللي هو كام؟ 30% بيحصل لهم ايه؟ بيحصل لهم كان كام يا رب اللي بيحصل لهم ابزوربشن؟ اهي مغنيسيوم بالصوت انا بلد السلام 40% بيحصل لهم ابزوربشن، خلاص 40% بيحصل لهم ابزوربشن، يبقى احنا لو جينا هنا عملنا كده كتبنا 100% ماشي، 40% بيحصل لهم ابزوربشن ماشي، وكام والباقي كام من 40 ل 40 يبقى كام؟ 60. 60% بيحصل لهم ايه؟ ان ابزوربشن. ال 40% اللي حصل لهم ابزوربشن 10% منهم بالصوت انا بلا سامع يحصل لهم اكسكريشن في الدايجيشن، و 30% يطلعوا في الايه؟ في اليورين. دي كل الحكايه اللي عندي. يبقى 70% بيطلعوا ماشي، 70% بالصوت انا بسمع يطلعوا في الاستول ماشي، و 60% ان ابزوربت اللي احنا سائلين عليها اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن 60% ان ابزوربت و 10% بتطلع في الدايجيشن و 30% بتطلع في الايه؟ اليورين. طب الكميه اللي انت محتاجها بقى بير دي عباره عن 400 مللي جرام بير دي للمن و 300 مللي جرام للوومن، ومور از ريكوايرد ديورنج لاكتيشن طبعا، ودوزج اباف كذا مي كوزز دايريا. بس مثلا لو انت عندك خدت دوزج عاليه ممكن تؤدي لدايريا. اوكي كده احنا يعتبر خلصنا 3 مينرال
element الكالسيوم فوسفوس والمغنيسيوم. اتمنى متنسوناش من صلاح بتاعتكم، اللي مفهمش حاجه اكتب لنا تحت في الكومنت، اللي محتاجه حاجه اكتب لنا برضه تحت في الكومنت. ربنا معانا جميعا يا رب. فاضل لنا بس احنا كده خلصنا 3، احنا عندنا 6 من الميجور، ماشي 6 من الميجور او الماكرو مونيكيول او ماكرو اليمنت، وهنخلصه باذن الله ان شاء الله المحاضره الجايه. 3 و4 7 7 كمان يا رب من الميجور. اوكي، وبعد كده نبدا بقى نكمل بقى المحاضرات ان شاء الله. دعواتكم بتوسير الحال، زي ما قلت لكم محتاجه حاجه تقولنا تحت في الكومنت. ربنا معانا جميعا يا رب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.